الاستثمار في المستقبل. يبدأ النور زاويته بالقول بات ملاحظا بصورة لافتة في طرقات العاصمة وأسواقها ومناطقها التجارية والصناعية، عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول وضياع آخرين هائمين على وجوههم مع غياب الجهات المعنية بحقوق الطفل وحمايته. يتابع النور والأخطر تراجع معدل الالتحاق بالمدارس بصورة كبيرة، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن أكثر من 60% من الأطفال في سن الدراسة خارج المنظومة التعليمية بسبب الزواج المبكر للفتيات وعمالة الأطفال الذكور، كما أن الرسوم الدراسية التي تفرض على الطلاب لعبت دورا فاعلا في التسرب المدرسي لعدم وجود آلية لتطبيق مجانية التعليم رغم إصدار قرارات رئاسية واضحة. ويزيد الكاتب إلى أن رسم صورة واقع الأطفال في البلاد قائلا: هذه بالطبع صورة قاتمة عن أوضاع الأطفال في بلادنا، ولا حل إلا بتوجيه ما لا يقل عن 60% من موارد الدولة للأطفال، لأنهم باتوا يشكلون 50% من سكان السودان، ولدينا صورة معكوسة. فبدلا عن زيادة الصرف على التعليم تنسحب الحكومة من دعم التعليم، ويدخل القطاع مستثمرون لديهم الأمر أرقام وحساب، ربح وخسارة. وصارت مجانية التعليم شعارا بلا مضمون، وإلزاميته قرارا في الهواء، وتحسين أوضاع المعلمين حديث مناسبات. يختتم النور زاويته بالقول: رغم وعود الحكومة المتكررة بزيادة الصرف على التعليم وإصلاحه وتحسين وضع المعلمين باعتباره ركيزة علمية تعليمية تربوية، فإن المؤسسات المعنية بالتعليم غارقة في مشكلات وملفات بعيدة عن هموم التعليم الأساسية، مما يتطلب من منظمة المجتمع المدني والبرلمان تكريس الجهود لإصلاح التعليم وتطويره. لا مستقبل لأية أمة بلا تعليم وبحث علمي.